فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة أخرى تقول إن دورتها غير منتظمة، بل تأتيها بالشهر مرتين وأكثر، فهل يجوز أن تصوم الست من شوال ثم بعد ذلك تصوم قضاء رمضان؟ أولى لها وأحسن وخروجا من الخلاف أنها تأتي بالقضاء، فإن بقي من شوال ستة أيام تصومها، وإلا فالقضاء ألزم. نعم.